أخبار اليوم. لا انا بكتب، انا عايز اعمل اعلانات للناس تقراها. لا هو انت بيكتبوا لكم على الكيس، معالي الوزير عايز يافطه يا اميره تتحط في المستشفى. يافطه اللي بتطلع احمر حبيبي، يافطه بتتحط اعلانيه للناس المواطنين. لو حد شاف على المحافظ الاحمر جواه زباله في اي مكان، على القطر، في الشارع، هو المستشفى، طول المستشفى مرمي، ما يقربش، لا ما يقربش يلبسه ويبلغ على رقم تليفون كده. ولما تطلع تشوف التليفون تروح تشوف ليه، لان احنا ممكن ناس تانيه ما تعرفش ان الكيس الاحمر ده فيه سم قاتل. معانا المحافظ السلات ديت لازم يكون لها فضيات. في سلات من المدينه احنا كناها. امام التمويل اللي بقاله شهرين، انتوا فين؟ والله السلات. طب انتوا استلمتوا؟ دخلت على حتى ان كان ما لا 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 وسعلي كده يا اوعى بسك بس خالص. يوم الحد لو الحاجات دي هنا الكل هيحاول ينام العب. يوم الحد بس بكره الجمعه، لو انت السبت لا الجمعه والسبت سبت اجازه. ايوه لا شايفين يجوا السبت. شايفين الدكتوره هاني؟ ماشي يا فندم. ده اهمال، والبوز ده كله يتشال، المكان ده كله يتنضف ويتسجل. محمد افندي لا انت جيت من بره الناس دي، احنا ما دخلناش دي، لكن ما بصيتش هنا. انت لو شفت ده ما بصيتش هتقبل. انا زي ما حصل في مدينه النصر يعني، انا بقول اهو، انا مش عايز اذي حد النهارده، انا بتكلم اهو. دي كل اللي تفاعص عن هذا الموضوع يحاول يشوف قرنيه دكتور سعد في المحافظه. حاضر. ويوم الحد بالنسبه لي اخر ميعاد المكان ده، جيب لي الاوضر والعمود زياده يتشال. عمود زياده اوعى كده يا ابني، احنا مش محتاجين عمدان. جميل، ويتحط فيه نقلتين ثلاثه رمل، يتساوى كله ويتحط فيه رمل ويتعامل مكان محترم. مش عايز الاقي بوص ولا قش ولا حاجات زباله باللي انا سيبها هناك.
انا يوم الحد اخر معاد الكلام الفاضي اللي انا شركة النظافة مش مسؤولة عن الكلام ده. المدير الإداري جبل الدكتور ساعة خلصت الجبالة دي يا فندم خلصت ورقه انت خلصت يعني يا دكتور ساعة هو ده مين اللي مسؤول على الكلام مش في مدير اداري هو المفروض هو معاه المدير الاداري ولا مين مين اللي مسؤول على الكلام ده المدير الاداري اللي هو تحت رئاسة حضرتك المدير الاداري توقف عن العمل وتحاول الشؤون القانونية في المحافظة بس وعن الحاجات اللي انا شفتها حضرتك عارفها انا بتكلم على وظايف تحويل الشؤون القانونيه في المحافظه واتخاذ كافه اجراءات كل حاجه وتشكل لجنه لرفع كفاءه هذه الاماكن وانا حاجب نفسي لوحدي اشوف البلد مش مستحيل حد واحد ما بيشتغلش بيتصرف خارج يرضى بالمنظر ده لو جيت لقيتها الاسبوع الجاي مش هتعرف يحصل بص يا فندم ده مش مخزن ده مكان مستشفى محترمه للناس والبني ادمين ويتنظف بدل ما يبقى بؤره للميكروبات يتنظف ويتنجل ويتحط في رمل ويتحط فيه كراسي وتبقى مكان الناس تحترم وتقعد فيه بص يا فندم مخزنك عربياتك عهدتك الزباله اللي انا شايفها ورا ديت اللي مرميه والكراتين اللي مرميه دي انا حاجي لو لقيت في المخازن حته رابش واحده ما تعرفش انا هعمل ايه في عندك اجهزه ايه يعني يا باشا عندك اجهزه طبيه ايه؟ عندك جسم حاليا عندي كانولات عندي اجهزه ايه؟ اجهزه 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 مش تبعك ايوه مين ستك عاوز عندك ارفف وعندك حاجات اهي بس محتاجه اتنين عمال معاك تقعد دلتين كده تنظم لي لكن انا لو بجرد مخزن ودخلت لقيت المنظر ده المفروض اوقف اخر العالم صح يا باشا على طول وانت عارف كده بقالك 22 سنه ايوه يا باشا ما ينفعش مخزن مطبوعات او مخزن مستلزمات يبقى بالمنظر اللي انا شايفه انا عايز اجي الاقي بص ما انا اسمع بس الكلام اجي الاقي الكلام ده اكزاستيل ماشي وعايزين نفكر يا دكتور سعد بآلية نعمل ميكنة للمخازن عشان وتبقى عندك انت في الشبكه الرئيسيه بحيث ان حضرتك يبقى اونلاين عندك تقدر تعرف الارصده ايه والعجز ايه والكميات اللي هتخلص ايه والكميات اللي مركونه بقى لها 10 سنين ايه اي واحد يتقاعس او ما يشتغلش او ما ليش في دماغه يشوف له شغلانه ثانيه عندنا شغل كتير مش كاين ماشي نغير له المسار سامع اللي بقوله انا بقول لك اهو شكل لي لجنه لجرد المخزن ده جرد مفاجئ انا عايز تعليمات بقى شكل الكلام تعليمات السيد اللي عم شو مليون اللي عندك لجنة أسبوعية تجرد كل أسبوع مستشفى جلد مفاجئ للمستفيد وللإيه؟ للحاجات المستخدمات أو المقاعد جلد مفاجئ أسبوع ويجيب لك تقرير أنا رحت مستشفى بالقاس لقيت عدد الأجهزة اللي موجودة كذا لما جربت على الطبيعة لقيت كذا لقيت في عجز كذا أنا بقول لك أهو يتقاعس في أداء عمله وما يديش عمله كما يجب سيادتك تشوف له مكان تاني
شوفوا حاول يشوف قضية ويقف ويجيب ناس عايزة تشتغل. احنا عندنا ناس كتير جدا عايزة تشتغل. فاللي يفكر انه قاعد على الكرسي وربع عليه لا ملوش يا عم علي. انت اجي الاقي المخزن ده زي ما انا عايز. انت فرصة الاسبوع الجاي ده النهارده ايه؟ الخميس الجاي اجي الاقي زي كده. انت ساعتها على حضرتك تركبوا لي كشافات. المديريه جايه دلوقتي حالا كل الناس المديريه جايه بالعربيات دلوقتي قبل ما تمشي بعد كده. انا مش هعمل واحد كل واحد انا معايا عمال خلاص انا هساعدك بكل اللي انت عايزه. الله ينور عليك. بس والله ده هو خلاص اللجنة تيجي خلاص الكلام ده سبب طلع تعليمات جاي دلوقتي طلع ده الدوري ليه وتعليمات ليه هو ده حضرتك كل اسبوع يجرد بيات ومفاجئ للمستشفى بيقول لك في الاصيله واقف تمام نمره واحد نمره اثنين تشكل لجنه لتعديل السيستم الخاص بالمخازن اللي يبقى نظام كمبيوتر هتلاحظ حضرتك اليه ميكانيك كافش المخازن الخاصه بمستشفيات محافظه القاهره حتى لو عايز فلوس من عندي هديك خلاص مفيش عندي نظام تجيب واحد بروجرامنج يعمل لك البرنامج على الكمبيوتر في ثانيه تقدر تعرف المخزن ده فيه ايه. يبقى الراجل اللي زي ده معاه واحد بس يرص. ضد المطعم عايز والصابر وتقيل الاسعار ماشي يا دكتور سعر الوجبه كام؟ على مستوى الشهر كام؟ على مستوى اليوم الاربع كام؟ عملوا كم وجبه برضه وكم مره عاملين؟ حضرتك الشهر ما بيسعش لا عندنا الجهاز كده شغال 16 متر فاضل لا ما يمكن ليه 3 بياخد ده كام ده بياخد الدوره قد ايه كده؟ الدوره اللي موجوده عندنا يعني ممكن ناخد جرامين كبار مع جرامين مع التعقيم ده اخطر يعني لو ما اتعملش صح ثلاث شهور كانت كل المخازن والعقد اللي كانت